يا جماعة من فضائل الوضوء أولا أنه نصف الإيمان لأن النبي في صحيح مسلم قال الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان هو سبب لمحبة الله لأن الله اللي قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين هو سبب حتى تلبس الحلية في الجنة في صحيح مسلم قال النبي تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء هو السبب ليفك العقد الثانية يلي يربطها الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هو نام وهذا في البخاري هو علامة الإيمان لأن النبي قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن هو السبب ليصرف الشيطان عنك ويبعده لأن النبي في البخاري ومسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث فإن الشيطان يبيت على خيشومه سبعة هو السبب لخروج الخطايا من الجسد لأن النبي في صحيح مسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاره بعد الوضوء اذا قلت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت ابواب الجنه الثمانيه تدخل ايها شاء هذا والله اعلم سلام عليكم.